بيك يا دكتور صلاح. اهلا بيك يا دينا. عامل ايه؟ كويس. احنا دلوقتي في الجزء الرابع من بودكاست مع دينا ودكتور صلاح. ازاي احمي نفسي من المحيط الخارجي ان هو ما ياثرش في ذاتي او ياثر عليا نفسيا او يرهقني نفسيا؟ طيب. الخطوات اللي لازم اتبعها عشان احمي ذاتي من الوسط الخارجي؟ حلوة. أول خطوة، ودي مش هنتكلم فيها كتير لأن هي خطوة بديهية وأنا وضحتها في الأجزاء اللي فاتت، قلل المشتتات الخارجية وقلل الأشياء المرهقة التي نتعرض لها. الموضوع ده خلص. ده نمبر 1. طيب اللي بعده، أنا بقى دلوقتي نزلت في حياتي وفي يومي، نازل رايح شغلي، العربية كاوتش فرقع، نزلت بتعامل في شغلي، المدير بتاعي اتعصب عليا، بتحصل بقى السيتويشنز المختلفة. أول حاجة، قدرة الإنسان، كلما كان الإنسان متصل بذاته وكلما كان الإنسان عنده مناعة نفسية، ودي حتى هنوضحها دلوقتي ونقول إزاي نعملها. كلما كان الإنسان عنده مناعة نفسية، كلما قدر إن هو يتعامل مع الظروف الحياتية بشكل أسهل، ولما يتقابله صعوبات يعرف يتعامل معها بشكل لا تؤثر عليه. طيب إزاي نقدر، فهمنا كده أكتر فكرة المناعة النفسية، إزاي أبني مناعة نفسية كده قوية تحميني من الأشياء المرهقة اللي بتعرض لها؟ اول حاجه خلينا نقول الكلمات، او مش عايز اقول الكلمات، عايز اقول السيلف توكينج، الحديث الذاتي لنفسك. يعني من الحاجات اللطيفه واللي هقول لكم الريفليكشن بتاعها من الناحيه الدينيه حتى بتمشي ازاي، ان اللي بعملها اني لما اكون نازل كل يوم الصبح فبقول يا رب يكون هذا اليوم في سلام وفي امان وفي هدوء، يا رب التوكل على الله، يا رب سلام على قلبي وعلى جسدي وعلى روحي وعلى نفسي وعلى كل ما حولي ومن حولي. بدعي بده. دي بتمثل اكتر من حاجه. اول حاجه بتمثل الانتنشن، النيه. النيه في بدايه اليوم من الاشياء المهمه جدا، ان انت بتنوي ان اليوم يبقى حلو، بتنوي ان اليوم يكون في سلام، بتنوي ان اليوم يكون في امان. النيه دي من الاشياء، يعني لو جينا خدناها من الناحيه الطاقيه فكانك بتبعت فايبريشنز كده للعالم اللي هو ايه، يا رب الحاجات الحلوه بس هي اللي تجيلك مشابهه لهذه الفايبريشنز. نعم، تنجذب ليك. برافو عليك. طب من الناحيه الدينيه، اذكار الصباح. هو انت بتعمل ايه في اذكار الصباح؟ ما هي نفس الفكره بالظبط. اذكار الصباح ايه؟ هو انت بتعمل ايه؟ انت مش بتقول توكل على الله، اصبحنا واصبح الملك لله، اللهم اني توكلت عليك وسلمت امري اليك. الرسول كان بيقول ان من قال اذكار الصباح ربنا حفظه حتى المساء، ولا يقول اذكار المساء حفظ. الفكره ايه؟ هو انت بتعمل ايه؟ انت بتعمله، انت بتقول سيلف توكينج، حديث ذاتي ايجابي، بتحط جود انتنشن، بتحط نيه جيده للعالم وبتتصل فيها او بتتوكل فيها على الله. يبقى دي الجزئيه الاولى، وبتحط نفسك في حمايه الله الى ان برافو ياتي المساء. شوفي ده اللي احنا بنعمل كلهم نفس المعنى. لو من الناحيه الطاقيه الفايبريشنز، لو من الناحيه النفسيه ان انت بتتكلم مع نفسك كلام ايجابي فهينعكس على حياتك، ومن الناحيه الدينيه انك كنت في حمايه الله او بتكون في حمايه الله. طيب لما بعمل ده فانا عندي جود انتنشن لليوم، عندي نيه، فبالتالي وانا ماشي على مدار اليوم بشكل تلقائي الحاجه اللي بترهقني ببدا ان انا ايه، ابعد عنها. طيب اللي بعده، خلاص انا بدات ده في بدايه دي حتى روتين، يعني البناء مناعه نفسيه بدايه اليوم. طيب الحاجه الثانيه برضو مهمه جدا، بدايه اليوم او قاعده مهمه، بدايه اليوم هي اليوم. يعني ايه؟ يعني حاول بقدر الامكان في بدايه يومك انك تحط فيه كل الاشياء اللي تخليك حاسس ببوزيتيف انرجي، كل الاشياء تخليك مبسوط. أمثلة بقى كتير، صلاة الفجر أو صلاة الصبح، قراءة 5 دقايق ولا 10 دقايق من القرآن الكريم، إنك تتفرج على مسرحية ولا حاجة تخليك تضحك وكده ومبسوط ومنشكح في بداية اليوم، إنك تاخد دش حلو وتلبس هدوم حلوة وتتوكل على الله وتفكر في فكرة حلوة، تستدعي أكتر حاجة حلوة أنت مبسوط بيها. اعمل حاجة بتحبها. تعديد النعم، تعديد النعم، إن أنت تحمد ربنا سبحانه وتعالى على النعم اللي عندي. شوف كل الحاجات اللي ممكن تخليك في بداية اليوم مبسوط اعملها. بدايه اليوم بتاثر على بقيه اليوم، عارفه زي ما ايه، اللي هو ما اليوم كان بيه من اوله. ايوه، مش صحي من النوم سمع خبر وحش او قام أيوة. مفزوع، فتلاقي أو ماشي في نص وحش. اليوم ايه اللي بيحصل؟ مقريف، خلاص طخ 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 طخ، قلت تاخد على دماغك ايه اللي حصل. ما اليوم باين من اوله، مش بنقول كده؟ أيوة. طب ما تخلي اليوم من اوله حلو عشان الباقي يبقى حلو. فابدا باقبال على الحياه ان انت بتعدد النعم بتاعت ربنا. الامتنان على فكرة من أهم الأشياء اللي بتنعكس على الإنسان في حياته بشكل ممتع، بشكل رائع. الاعتراف بفضل الله. القاعدة نعمه. الآية ولئن شكرتم لأزيدنكم، يعني دي قانون بالله. كوني وقاعدة كونية، هتشكر الله سبحانه وتعالى هتزيد.
يبقى بداية اليوم هي اليوم، فحط في بداية اليوم كل الحاجات الحلوة اللي تخليك مستمتع. كان في, 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 في بعض الأوقات كنت بخلي في الروتين بتاعي ان كل اللي انا حكيته ده طبعا بيكون موجود، وان مثلا انزل العب رياضة، وانا اساسا بقى يعني الجيم بتاعي اللي بلعب فيه رياضة مش رايح الجيم، انا رايح منتجع سياحي، حمام سباحة على شوية على ستيم على 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 ساونا على جاكوزي على بينج بونج، بتدلع كده في الساعة الأولى من الصباح، دلع نفسك. اه يعني ده من ضمن الروتين بتاعي فضل فترة طويلة ويرجع ان شاء الله، بس الحر اول يومين دول وقت صعب يعني. فكنت بعمل ايه؟ تخيلي دي بداية اليوم بتاعتي، يعني بصحى كده الفجر أصلي أقرأ 10 دقائق قرآن، أقعد أردد كلام إيجابي بيني وبين نفسي، أقرأ 5 دقائق من كتاب، فطار حلو، أروح الجيم أتمرن تمرينة حلوة، 10 دقائق في حمام السباحة، وشوية الحاجات اللي أنا قلت لي أنا نازل للعالم أنا نازل للعالم يعني رئيس مجلس إدارة الكوكب استرخاء وسلام نفسي. والله بتحصل، أروح المستشفى، أروح المستشفى بقى اللي هو العالم الموازي لحياتي العادية، جراحه ودم الناس عماله، انا مش هنا وانا في عالم تاني، انا في والله في كوكب رايق ومستمتع ورايق. يبقى دي من الحاجات ايه اللي هتساعدك، مش بقول لك ان ده الاساس، هتساعدك ان ايه، انك تعرف تبني بيئه نفسيه امنه. طيب ايه تاني؟ وانا ماشي بقى على مدار اليوم، حاول بقدر الامكان لا تنخرط في قلب الاحداث المزعجه اللي بتحصل. يعني ايه يا سيدي؟ كاوتش العربيه فرقع خلاص، فرقه هنعمل ايه بقى؟ الحمد لله خلاص قمت خلاص. موقف وعد. يعني احكي لك من لما قلت في، مش فاكر قلت ده في انهي حلقه من حلقاتنا اللي فاتت، المتابع بقى هيعرف، لما قلت لك فكره لما عملت الحادثه غير ما قلتش عاد رد الفعل كان بتاعي كان ايه؟ عادي بقى انا صاحبي طبعا جم، يعني اتكلمت واحد او اتنين هم اللي جم وقفوا جنبي وكانوا جايين بقى خايفين على صلاح وبتاع. انا عارفه كل التفاعلي، تفاعلي مع الحادثه عارفه كان مدته قد ايه؟ كان مدته 3 دقائق بعد انقضاء الحادثه. طبعا ده بفضل الله وبكرمه من اوله لاخره. انا خلصت كنت مخضوض مرعوب مش فاهم مش مستوعب ايه اللي حاصل، 4-5 دقائق بس حمدت ربنا وخلاص هديت. صاحبي بقى تزاعق كده، تزارق كده، فعلا بيحصل كده يعني خلص. يعني تعقيبا على الجزء ده انا افتكر يعني في موقف ممكن يكون شبيه شويه. انا كنت خارجه من البيت، كنت لابسه ساعه هي كانت براند وغاليه جدا، وانا بلبسها من وانا مستعجله وماشي راحت وقع السيراميك، الباغه بتاعتها كلها اتدشت، فانا وطيت جبت الساعه بصيت فيها لقيتها اتكسرت، رحت حطها ايه وقلت لهم يلا بس خلصنا، فلقيت ناس كلها اللي واقفه بس كده خلصت، كله بيسالني هنعمل ايه، قلت لهم يعني ايه بس كده، يعني ايه الرياكشن؟ ما زعلتيش ما صوتيش ما انفعلتيش، قلتي ازاي دي غاليه؟ خلاص يعني قضاء اخف من قضاء، اكيد يعني اكيد عافتني من حاجه كانت ممكن تحصل لي ففداني، خلاص اتكسرت اعمل ايه؟ هبوظ بقيت اليوم، انا خارجه شكرا. أنا خلاص الساعه اتركنت وشكرا، قلت جمله حلوه قوي هكملها في الخطوات، هبوظ بقيت اليوم دي برجعني ليها. لا تنخرط زياده عن اللزوم، خلاص حصل صاحبي انت هعمل ايه؟ خلاص خلصت يعني الساعه وقعت، الساعه وقعت واتكسرت خلاص، يعني هعمل ايه؟ اما ارجع اشوفها تتصلح. يبقى لا تنخرط زياده عن اللزوم في قلب المواقف، وما تبقاش ايه دراما كينج ولا تبقي دراما كوين ونكبر الليله، خلاص على قد الموقف خلاص. طب اللي بعده، مش عايز ابوظ بيت اليوم، دي حاجه مهمه قوي، حرص الانسان على انه هو يستمتع بيومه ويكون اليوم حلو هيخليه هو يبعد بشكل تلقائي عن الحاجات اللي بترهقه. كل ده عمالين نتكلم في طريق ويسعى لده بالظبط، كل ده عمالين نتكلم في طريق ازاي ابني مناعه نفسيه ما تاثرش وما تدهولش او ما تبهدلش ويعني ما تمرمطش، استخدمت كل الاكسبريشنز اللي بتعبر عن حالاتنا اليوميه في قلب اللي بيحصل. حافظ على اليوم، حافظ على بقيه اليوم. يعني ايه؟ من الحاجات اول اللي ممكن حاجات تضايقني انا شخصيا ان يحصل سيتويشن ويضايقني بقى بقيه اليوم، انا خلاص انا الموقف خلص بيقفل لك اليوم خلاص، مش عايز حاجه تضايقني، عارف اللي هو ايه، فانجازاتك طول اليوم هتبوظ باظت. يبقى حرصك على ان انت يومك يبقى حلو، يومك يبقى رايق، فده هيخليك تبعد بشكل واعي عن الحاجات السلبية. المؤثرات السلبيه. طيب ايه تاني يخلي الانسان لا يتاثر بالظروف او بالاحداث الخارجيه اللي بتحصل معاه؟ حته الشيفتنج لتركيزك. يعني ايه؟ انك بتعمل شيفت لتركيزك، ابعد تفكيري عن الحاجه السلبيه واسخره في حاجه تاني افضل بوزيتيف. برافو، حول تركيزك من الحاجه السلبيه اللي حصلت لحاجه الحاجه ايجابيه. يعني ايه؟ حصل موقف، حصل حاجه، مثلا انا اتكلمت انا وانت واتخانقنا وفي نيجاتيف انرجي، خلاص
مش ه... لو فضلت قاعد مخلي تركيزي عليكي او بركز في الخناقه اللي خليناها والحوار اتقال، خلاص انا كده قفلت يوم. يبقى طب اعمل ايه؟ ابقى احول تركيزي، ممكن اتصل بواحد صاحبي نتكلم افرغ الطاقه السلبيه دي معاه، ممكن انزل اروح الجيم، يبقى بحول تركيزي عن الحاجه. طيب يبقى احنا كل ده احنا عمالين نتكلم في خطوات عمليه، من ما نحط او نرص اسباب او خطوات تعملها عشان تقدر تبني مناعه نفسيه في تحمي نفسك من المؤثرات السلبيه في الناس السلبية. في الحاجات اللي انت بتتعامل معاها. وهرجع تاني واقول ان كل ما قدر الانسان هو يبعد، كل ما كان اسلم لي، كل ما قدرت اقلل كل ما يكون اسلم لي. طيب الحاجه الثانيه، ولا افترض مثلا من ضمن البيئه الخارجيه دي، خلي بالك انا كل ده عمال احكي لك بره البيت مثلا. طب ممكن تكون اسلم جوه البيت، طبعا تكون خلافات عائليه مثلا، زوجك ما مش طايقاه، تمام، مراتك منكده عليك، ففي المصاريف بتاعه الولاد كده، في نيجاتيف فايبس ما شاء الله محاطه في المكان. طبعا المكان دي حاجه تانية ما نتكلم فيها، بس احنا بنتكلم فيه ان في شخص او في مصدر خارجي بيؤثر عليك بشكل سلبي. كل الحاجات اللي احنا قلناها دي هتنفع، كل الحاجات اللي احنا قلناها دي مهمه، كل اللي عاملين نركب ايه، عارف احنا بنبني الشيلد، بنبني الدرع اللي يحميك لو اي حد جالك من بره. طيب الحاجه الثانيه زي ما قلنا، اعاده توجيه التركيز، بدل ما انت موجهه تركيزك على جوزك اللي منكد عليك وعلى النيجاتيف فايبس اللي بتطلع منه، وعلى كتاب مثلا، اقعدي اقري كتاب، اشربي قهوه بتاعتك، عيدي بالظبط، عيدي توجيه تركيزك لناحيه ثانيه، لحاجه ثانيه. كل الاقتراحات اللي انت قلتيها دي صح، انزل العب رياضه، اخرج مع صاحبتي، اشرب قهوه، اقعد اقرا كتاب، اسمع ميوزك، مش عارفه اتعلم ايه، اعيد التوجيه ده. وفي نفس الوقت بقدر الامكان، بقدر الامكان بحاول احافظ على المسافه بيني وبين المصدر السلبي المؤثر. وهنضيف على ده بلس، لو انت عملت الحاجات دي يوميا وبشكل 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 مستمر، فانت اصبحت طاقتك الايجابيه عاليه، فصعب تتاثر بالمحيط. هيكون من الصعوبه ان انت تتاثر بالاشخاص الخارجي. دكتور صلاح، اتفضل. التعامل مع المراه في اوقات الضعف، ازاي نقول للراجل اتعامل مع المرأة بتاعتك او شريكتك في اوقات الضعف بواحد اتنين تلاتة؟ حلو. رقم واحد، مبدئيا انت لست ندا لها في اي شكل من الاشكال، راسك مش براسها مبدئيا. زعقت، صرخت، تلفظت بالفاظ خارجة، حتى شتمت، انت لست بند لها، احتوي، ما تحطش راسك براسها. رجولتك لا تكمن في الندية، رجولتك تكمن في هذه المواقف في الاحتواء. وضحت؟ بدأ قبل ما نتكلم في أي حاجة خالص. رجولتك هنا لا تكمن في الندية، لكن رجولتك في قدرتك على الاحتواء. بدأ كده خلينا على جنب. اتنين، هتبدأ تنصت وتتفهم إذا كان في موقف الضعف اللي حاصل ده، ازاي بتشتكي او بتصرخ او بتزعق، اسمع وتنصت باهتمام، وتنصت باهتمام، مش اللي هو اسمع الا خليها تقول اللي عايزه تقوله. انصاتك لن يضرك في شيء، ولن يقلل منك في شيء، ولن يقلل من نفسك العظيمه دي في شيء. أيوة. حلو، بالعكس هيزيدك. ثلاثة، المراه في اوقات كتير بتكون محتاجه الانصات ومحتاجه تشعر باهتمام، محتاجة انصات ومحتاجة تشعر باهتمام. مش عاجبك الكلام ده؟ لا يعني بتمنى الرجالة يطبقوه يعني. يعني عاجبني، بحاول اسمع يعني، بقارن بس ده بيتعمل ولا بيتعملش، احنا بنقول بس. طيب طيب، والله احنا مش بنتكلم في كلام يعني جاي، مش صعب، بس يعني الامور حقيقي، الامور يعني بسيطه، وانا جداً. مش بقول نعمل حاجه يعني، مش حاجه يا خرافيه يعني، هو انصاتك او استماعك مش قضيه كبيره ان انت تعملها، لكن الفكره انت تتفهم احتياجها في هذا الوقت. في حاله الضعف دي محتاجه ايه؟ محتاجه تشعر باهتمام، حتى لو كان الموضوع تافه، حتى لو كان الموضوع في وجهه نظرك بسيط، حتى لو ده فرق كسر يا عم، يا سيدي يا حبيبتي الف سلام عليكي، بسيطه خلاص، واضحك اللي هو التفت التاري عليا، والله ابدا ده انا مقدر المشكله ومقدر الحاجه اللي حصلت. بس ما انت ضحكك بيستفزها. الضحك ده بيحسن مرأة استهتار بالموقف يعني، حتى لو هي حست منك انت. احيانا في بعض يعني، كتبت انا من يومين بتكلم عن الذكاء الانثوي، فبقول قد ايه انت حتى علقت ساعتها عليه، بقول مستمتع. بقول قد ايه هو شيء ممتع ومسلي ومبهر. نجيب بقى طبق فشار ونقعد بقى نتفرج. الذكاء الانثوي اللي هو ايه، اللي هو تلاقي مثلا المرأة
في انت بتتكلم مثلا في حاجه معينه وقلت كلام حلو قصايد شعر، تقوم جايه ماسكاك كده في كلمه انت قلتها مش عاجباها وتقعد تركز في تفاصيلها، فمبهر في ادراكها للتفاصيل ومسلي وممتع ان هو بيخرج المرء عن برستيجا، هو مش قادر تصبر بقى، مش قادر تسكت، انا هتكلم انا هقول. فاحيانا ممكن الواحد يضحك، لكن لا طبعا مش ضحك، مش ضحك اللي هو السخريه، لكن هو كانك ايه اللي هو الضحك التدليل اللي هو الامور بسيطه، فاهمني؟ فازاي الرجل يتعامل مع المراه في حاله الضعف؟ قلنا رقم واحد، نديتك رجولتك لا تكمن في النديه ولكن تكمن هنا في قدرتك على الاحتواء. بقول لك حتى لو شتمت، تلفظت بالفاظ خارجه، صرخت عليك، ما تخليش رجولتك تقول ازاي تعلي صوتك عليا، ما انت هتعلي وهي هتعلى، انت ما حلتش الموضوع. المراه عاطفيه، انت انا العقلاني. عارف انت لما تتصرف بهذا الشكل اللي يحصل هتلاقي هديت، وعارف لما تهدى تعمل ايه؟ هتعتذر، خلاص المشكله اتحلت. لو انت يعني حاسس ان 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 الخطا اللي هي ارتكبته في حقك هو خطا كبير، هي هتعتذر من تلقاء نفسها والموقف اتحل. يبقى انت كسبت الحاجتين، كسبت احتوائها وساعدتها في الحاجه اللي هي كانت في حاله الضعف فيها، وفي نفس الوقت ما فيش حاجه بقت مضايقاك. لو انت بقى اتضايقت يعني والموضوع ده اثر فيك، اعتذرت لك، يبقى الامور ارتاحت. يبقى في حاله الضعف يجب الاحتواء ويجب الهدوء ويجب التعامل مع المرأة بلطف وبلين وبرفق. انت مش ند ليها يعني. انت لو انت عايز تقول قوامة، قوامة مش بالزعيق، القوامة مش بالصراخ، القوامة مش بقوتك العضلية، ولا قوامة بالاحتواء وقدرتك فعلا على التفاهم والانصات بالأمان. أهم أكتر الأشياء التي تفتقدها المرأة في العلاقات هو الإحساس بالأمان. يجب أن تشعرها بالأمان في كل التفاصيل، في كل حاجة. وعارف أكتر حاجة وأكتر موقف بتفتقده إيه؟ الإحساس بالأمان في الخلافات. طبعاً تبقى عارفة إن هي لما تكون لما تتجنن وتعمى من غضبها تجاهك، تبقى عارفة إنها لازالت في مأمن. بالظبط، مش ان انت هتقوم تمد ايدك عليها، مش هتقوم تضربها، مش انت هتضربها، مش ان انت هتزعق، مش انت هتصرخ، مش انت هتمشي. لما تعمل غلط تيجي تترمي في حضنك وتقول لك مش تخاف منك وتجري وتستخبى. يبقى اكتر الاشياء التي يعني تفتقدها المراه في الرجل هي ان تكون في مأمن منه في وقت الخلاف معه. يعني انت كده انت مش عاجبك والله ده الطبيعي اللي يحصل يعني. طيب يعني هو ده الطبيعي اللي المفروض يحصل، ان تكون حاسك الكلام. لا لا خالص، كلام حلو زياده على زوم اللي هو ايوه ضروري، اصل ده ضروري يحصل. فان تكون في مأمن منك في وقت الخلاف معك. تمام، مش هتزعق، مش هتمد ايدك، مش هجرها من شعرها، مش هتعمل، مش هتخبط، مش هتؤذي، تتغاضى عن زلتها، مش يعني مش هتؤذي، انت مش هتؤذيها، انت مش هتؤذيها بكلام او هتؤذيها بموقف. الحاجه الثالثه ودي حاجه مهمه قوي، ارجوك وقت ما يكون في خلاف، وانا بقول لك هي غلطانه 100%، هي غلطانه 100%، خلاص يا سيدي وانت اللي ليك الحق. حلو، اللحظه التي تدرك فيها ضعف المرأة في هذه الحالة يجب عليك ان انت تروح تحتويها، وان انت اللي تعتذر. هي الغلطانة، انت اللي تعتذر. هي الغلطانة، انت اللي تحتوي. الراجل لازم يعتذر حتى لو الانثى هي اللي غلطانة. مش عايزين نعمم القاعدة دي. لا هي قاعدة عامة على فكرة، ما تحرفيش كلامي. لا لا لا، هو لا حقيقة، لا تحريف، لا ارضاه. هي غلطانة، انت لازم تعتذر. لان انت ايه يعني، ايه يعني، ايه لازمتك؟ ما القوامة ربنا ادالك ليه بقى؟ خلاص بقى. لا مش هو، بص وهي اللي هتعتذر، يعني هي مش هتيجي تغلط ولا اقول لها انا اسف لك، يعني مش برضه مش بهذا الشكل. لا احنا برضه خلينا نقول ان الانثى بيبقى عندها شوية تقلبات مزاجية وشهرية وهرمونية وحاجات كتير. اتقبل واحتوي، بس اكيد مش هعتذر اقول لك انا اسف ان انت مجنون عليا. يعني ما هي مجنون، انا اسف لهرمونات سيادتك، اكيد مجنونة مش ده. انا لو قلت لها كده اصلا هتتجنن على، انت بتاخدني على قد عقلي. هي ملهاش غيرك عشان تتجنن عليك، وده يدل على يعني قد ايه انت السند وقد ايه انت الحامي. ان هي بتجري عليك انت، تتجنن معاك انت وتتجنن فيك انت، ملهاش غيرك. طيب. هي بتديك مسج على فكره مخفيه. لا دي مش مخفيه، دي والله بجد ان هي ملهاش غيرك. انت ممكن تقولها من غير اي جنان. لا عادي، ممكن تقولها بكل الطرق. المراه على فكره احلى حاجه في المراه احيانا بيبقى جنانها.
طيب خلينا بس عشان ما نروحش بعيد عن اللي احنا كنا فيها. انت عمال تخلع من بدري وانا مش عارفه الاقي لك ماسكه. الجزئيه انا اقفلها بشكل كده عشان الناس ايه ما تزعلش مننا. اذا كنت في خلاف، احنا قلنا طبعا انها تشعر انها في مأمن منك وفي مأمن بك في اي موقف يحصل، خاصه وقت الخلاف. لان انت يا معلش يعني اذا لم تشعر بالامان في وقت الخلاف معك هتشعر بامتى سيادتك؟ مش هتشعر بيه لانه الفرح كله بيبقى مبسوط. بالظبط. الحاجه الثانيه، لو انت فعلا حصل موقف وهي فعلا غلطانه، وبرضه المراه من يعني لو عارفه الراجل لما بيغلط، انا اسف، المراه لما بتغلط صعب على تتأسف، نقعد نلف بقى ونروح ونيجي، ممكن تعيط وتطلع وتنزل، والموضوع بيبقى صعب شويه عليها انها تعتذر. فانت اول حاجه خليك فطين لده، يعني افهم ده. الحاجه الثانيه بقى، ممكن توصل في اوقات لحاله من الضعف وحاله من البكاء. اياك هنا تقول انت غلطانه، ولا اياك هنا ان انت تفتحش بقك، خدها في حضنك وطبطب وشكرا. يعني انت هنا ما ينفعش انك تتكلم، هنا يجب ان تقدر وتشوف بقى ايه السيتويشن او ايه التصرف او ايه رد الفعل المناسب انت تعمله اللي تقدر في هذه الحاله انك تهديها بيها. فيجب انها تشعر بده، ان انت غلطان، هي غلطانه والغلط كله معاها، مفيش مشكله تمام، بس هي بتعيط او بتبكي. انت ممكن تكون غلطت برضه، ما تكون غلط وهي غلطت، ففي حقين، في طرفين، انت برضه بتعمل ايه لو انت في ابدا بنفسك، لازم انت اللي تعمل ده. فلما تطيب بخاطرها، تروح لها بقى لو ايا كانت موجوده فين، حتى لو مش هتعرف تقابلها، وحتى يعني بس كونك خاطط لها ورحت لها مسافه كبيره، ما تزعليش حقك على من غير ما تشوفها، حتى لو في التليفون، حتى لو برساله، انا جنبك وتصور لها، انا يا سلام ده انت كده يعني رحت في حته تانية. كلها ردود افعال بسيطه جدا بتخلي المراه تشعر قد ايه هي مهمه، وقد ايه بتشعر بالامان مع هذا الرجل، فبالتالي ده بينعكس بشكل جيد على طبيعه العلاقه. ازاي اتخطى الالم النفسي؟ انا دلوقتي عندي الم نفسي او وجع او حزن، حلو، يعني مدمرني داخليا، روحي تعبانه، عايزه اتخطى ده، بس مش عارفه ابطل تفكير، مش عارفه اخرج بره النطاق ده، مش عارفه يعني اخرج بره تفكير ان انا قد ايه اتظلمت، قد ايه اتوجعت، قد ايه استهان بيا. اعمل ايه عشان اتخلص من كل الاحاسيس دي؟ طيب اول حاجه جت في بالي جمله كاتبها افتتاحيه في احد فصول في الكتاب، بقول لقد حاولت التخلص من المك لكنك ولدت المزيد من الالم. يعني ايه؟ اول حاجه الناس بتعملها وبتخطر على بالها وبتعملها لما تتعرض لالم، انها بتفعل اشياء تولد عندها المزيد من الالم. ترجع للذكريات، مش ضروري من الناحيه دي. امال ايه؟ ممكن يكون الم من ناحيه تانية. يعني ايه؟ زي اللي بينفصل او بيحاسس بالم نفسي في علاقه معينه، سابها مثلا، او مشكله او حاجه، يروح يشرب مخدرات، يروح يسكر، يأذي نفسه. هو بيحاول التخلص من الالم بالمزيد من الالم. زي اللي انفصلت في علاقه وكانت بالنسبه لها تعني الكثير وتشعر بالم نفسي شديد في محاوله التخلص منها، تروح ترمي نفسها في علاقه ثانيه. ده انت بتحاولي التخلص من المك بالمزيد من الالم، بالمزيد من الالم، ولا بتنسي ولا بتعرف ترمي نفسك في العلاقة، ترمي نفسك تخلصي من هنا وترمي نفسك. لا، الناس بتوصل، يعني سبحان الله، كتبت الجمله دي قبل كده، بقول ان الانسان حينما يتعرض للالم الشديد والياس والاحباط بيروح لمنطقه بعيده، بيروح لمنطقه بعيده، بعيده عن روحه وبعيده عن دينه. بالظبط، بيروح. فلذلك يعني الرسول صلى الله عليه وسلم استعاذ من الياس، واستعاذ من الاحباط، ان الانسان يستعيذ من ده، ان حاجه فعلا صعبه مش سهله. فان احنا بنقول دلوقتي احنا بنوعي الانسان عشان يبقى فوق، ما يروحش هنا خالص. فلا تحاول التخلص من المك بتوليد المزيد من الالم، بان انت تنزل تشرب ولا تسكر ولا تضرب دراجز ولا ترمي نفسك في علاقه حقيره تدخل فيها، ولا تروح تعمل عادات سيئه او سلبيه في منطقه ما او بشكل ما. ما تعملش ده، الجأ لربنا، ما تعملش ده. يبقى دي اول حاجه انت ما تعملهاش. حلو. يبقى ليه قلت الجمله دي؟ لان اول حاجه بتخطر على بال الانسان
هو عاوز بيكون بقى عارفه المشاعر بتاعته مش فارق معايا بقى خلاص الدنيا بتبقى متداخله بالظبط متداخله في بعضها متخبط فارجوك لا تحاول ممكن يعدي كل الحدود الدينيه ولا كل حاجه ونفسه حدود نفسه حدود نفسه ويروح لمنطقه بعيده احبط ويائس ما يعرفش يرجع منها تاني احبط ويائس لذلك الله سبحانه وتعالى قال قل بص شوف حتى في التعبير القراني قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله شوفي شوفي ربنا قال هو قال لا الذين اسرفوا عليا ولا اسرفوا في المعاصي اسرفوا على انفسهم ان انت ارهقت نفسك بشكل اللي هو الانسان احيانا بيوصل لمرحله منخفضه جدا لدرجه ان هو يشعر ان هو ليس له قيمه وان هو لا يستحق حتى المغفره مش بتحصل ان هو لا يستحق حتى العلاقه الجيده ان هو لا يستحق حتى ان هو يرجع لهذا الشخص الجيد او الطيب اللي هو سابه بيسرف على نفسه فربنا قال لك اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ما يعني لا تياس من رحمه الله لا تحبط من رحمه الله فاذا كانت رحمه الله تسع في هذا الشكل فيجب ان انت تكون في هذه المنطقه اروح للحته دي حلو فتخلص من الالم او اتعامل مع الالم النفسي اول حاجه تعملها لا تحاول التخلص من المك بتوليد المزيد من الالم خلي عندك وعي واحد اتنين هبدا ان انا اتعامل مع الجزئيه دي بمزيد او بمزيد من الرفق وبمزيد من اللين ادي لنفسك المساحه شويه وابدا اتكلم مع شخص يكون متخصص او شخص يكون عنده وعي يقدر يساعدك على الاقل بالكلام بالحديث الذاتي يساعدك بده ما تروحش في حته وحشه ارجوك ارجوك ما تروحش تنبش عن علاقه سلبيه خليك رؤوف بذاتك ارجوك لا تذهب وتنبش عن علاقه سابقه قبل دي ترجع لها ارجوك لا تنبش عن الاشياء التي ترهقك انت لازلت تستحق الحاجه الحلوه لازلت تستحق الافضل ونفسك لازالت تستحق الافضل وحتى الموقف اللي حصل ده صدقني لما تقعد مع حد متخصص يساعدك هيعرفك ان انت اساسا شايفه بطريقه غلط كان لصالحك اكيد هيساعدك انك تتدبر هيساعدك انك تتفكر فيتغير المنظور فيتغير الاحساس فهتعرف تتحرك في اتجاه تاني افضل اكيد ربنا ما بيمنعش عننا حاجه الا كان بيرتب في الكواليس او في الخلفيه حاجه تانية كاتب ده والله في الكتاب بقول ان والله كاتبها بقول ان مش في كل الاوقات انت المتحكم ومش في كل الاوقات لازم تكون شايف الحاجه تحت ايدك حكمة. بالعكس كل شيء بيحدث في هذه الحياه لحكمه فان سلمت لله فهمت لوحدك واحيانا هتفهم وفهمت ربنا هياخدك كده يقول لك بص شايف فهمت بس ده يحصل امتى بالتسليم لله والتسليم لله بالحدث اللي حصل وابدأ ان انا اتحرك منه في منطقة مش عايزين ننسى طبعا الناس اللي بيحبوك الطلبة اللي واخدينك حافز واخدينك قدوة وعايزين نوجه رسالة ليهم احنا دلوقتي فترة امتحانات تحب تقول ايه للطلبة اللي بيحبوا صلاح قدوة ركز ان انت تكون الافضل في الامتحانات الجايه او الامتحانات اللي انت فيها ركز ان ادائك يكون الافضل مش هتذاكر كل حاجه مش هتذاكر كل حاجه ومش همسك كل حاجه ركز ان انت تعمل افضل ما عندك خلال الوقت المتبقي وخلي عندك اصرار على ده لحد اخر لحظه في اخر امتحان عشان ما تقعش في النص استمتعنا باللقاء معاك يا دكتور صلاح وبجد استفدنا من كل الجوانب و عايزين كده ايه كبسولة نفسية نقولها في اخر اللقاء بشكل عام في التعامل مع الذات حلو قوي اول حاجة ابذل شوية جهد وشوية معرفة في معرفة نفسك الكتاب بتاع جراحة نفسية بتكلم فيه في الجزئية دي بشكل واسع جدا اقرأه كتاب جراحة نفسية شوف الكتب اللي انت شكل الكتاب يا جماعة عشان اللي معرفش عليه 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 شو عليه صورة هم مش من غير ما يعرفوه هيدخل ايوه ادخلوا اي مكتبة يعرفوه من غير ما يشوفوا شكل الكتاب هو حاطط شكله كدليل صورته كدليل مش هتشتوه اول حاجة ابدا اقرأ وشوف الفيديوهات وشوف الكورسات وشوف الكتب اللي بتعرف الانسان بذاته اكتر وفي انفسكم افلا تبصرون اتعلم اكتر مع نفسك اشتغل على عايز اختصار من غير كلام كتير اتعلم اكتر عن نفسك ساعتها تعرف تتحرك ازاي وتتعامل ازاي مع ذاتك
وكل اللي احنا اتكلمناه خلال الحلقات دي كلها هو ازاي الانسان يتعامل مع ذاته في المواقف وفي الاوقات المختلفه. استمتعت باللقاء معاك جدا وبجد استفدنا بيك وكلامنا معاك كتير قوي في كل الجوانب، واتمنى ان احنا نكون غطينا بالحوار بتاعنا كل الجوانب وما نسيناش حاجه. هستناكم في ضيف جديد وبودكاست جديد مع دينا. استناكم الحلقه الجايه.